مكملين مع حضراتكم فقراتنا في صباحنا مصري. وصلنا دلوقتي لأولى فقراتنا الحوارية في حلقة اليوم. الحقيقة يعني زي ما وعدناكم في مقدمة الحلقة، لسه أجواء رمضان وابتهالات الشهر الفضيل مكملة معانا، يعني اعتبروها بقى وداع واستقبال أيضا لعيد الفطر المبارك. مرة تانية كل سنة وحضراتكم طيبين. معانا المنشد الديني أحمد عاصم، برحب بيك أحمد. صباح الخير، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة. يعني طبعا حابين ان احنا نسمع منك اكتر، ما يعني نسالك بس في الاول كده يعني نتعرف اكتر عليك. انت درست الانشاد الديني، من امتى بدات موهبتك بيه؟ يعني عايز اعرف كل التفاصيل دي. انا مبسوط جدا مع حضرتك النهارده. انا اسمي احمد عاصم من المنصوره، 21 سنه، بدرس في كليه الدعوه الاسلاميه جامعه الازهر، وبدات في مجال الانشاد الديني من حوالي 4 سنين، وبدات كتدريب من حوالي سنه، يعني بتدرب في مدرسه الانشاد الديني. يعني بدات بقى بشكل اكثر احترافيه. كاتقان من سنه. هي بتبقى مقامات ولا بتحس ان هي موهبه من البدايه؟ يعني بتبقى هي بتبقى اولا كموهبه، بس الموهبه لازم اتقانها، يعني لازم تدريب عشان تتقن الموهبه دي، تثقلها. فبيبقى كتدريب مقامات، تدريب نفس، تدريب فوكاليز وهكذا. فهي كمراحل، يعني انا اتدربت كمستوى في مراحل تانية كمستوى بروفيشنال. طب نبدا بقى كده، تبدا معانا بايه؟ تمام، ممكن نقول انشوده بكت العيون على ودائك حرقه. علشان خلاص رمضان بقى احنا بنودع رمضان. اتفضل. بكت العيون على وداعك حرقة، كيف القلوب إذا رحلت ستفعل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. إن كان هذا العام أعطى مهلة، هل يا ترى في كل عام يمهل؟ لا يستوي من كان يعمل مخلصا، هو والذي في شهره لا يعمل. رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يرجو الله أو يتذلل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، في قادم الأيام أم نتقابل. ما شاء الله. أحمد، أنا بحس دايما أن الابتهالات هي مش فن عادي الحقيقة. أنا بحس أن هي فن عنده اتجاه فلسفي خاص بي. هو يعني الابتهالات كجو روحاني، يعني لازم تعيش الكلمات ولازم تعيش جو، يعني الواحد لما بيبتهل بيبقى فيه منهجاه مع ربنا. فوقت ما بتدخل في جو الابتهالات، يعني الابتهالات غير الانشاد، الانشاد مثلا بتبقى حاجات كبقاء، انما كابتهالات مثلا بتبقى منهجاه مع ربنا سبحانه وتعالى، فبتبقى في جو روحاني خاص. يعني وقت ما بتبدا بتندمج مع مهما كان حولك. يعني انت حابب ان الموضوع يبقى ماشي بشكل احترافي اكتر، مهما كان حولك من ناس بيسمعوا مناجاتك، يعني دايما تبقى دي حاجه بين العبد وربه يعني. أكيد. لكن الى اي مدى ممكن يحصل الاندماج ده مع ان في جمهور وحضور للفن كفن، كفن ابتهالات يعني؟ هو اول ما بتبدا يعني ما بتفكرش في الناس، لان انت مثلا لو فكرت في الناس ممكن يحصل كهزه شويه مثلا او كلخبطه مثلا، انما لازم بقى لما يعني عشان تقدر تطلع من اللي بيوصل، بيطلع من القلب بيوصل للقلب، فلازم تعيش مع ربنا سبحانه وتعالى عشان تقدر توصل للناس اللي موجوده قدامك. لازم تكون متقن ومجيد للغه العربيه ومخارج الحروف وطريقه النطق. ده بسبب اني يعني ختمت القران وانا في سنه رابعه ابتدائي، فمتقن يعني القران بيساعدنا شويه في نطق الحروف وهكذا. طبعا ما شاء الله. الاحساس بال يعني الى اي مدى الشباب، انت شايف يعني انت لسه صغير، شاب صغير ما شاء الله، الى اي مدى شايف ان الشباب ممكن ان هم يندمجوا ويتاثروا بفن الابتهالات، خاصه ان هو حصل له مؤخرا شايفه حاله من الازدهار يعني او الرجوع؟ هو يعني بسبب مدرسه الانشاد الديني، يعني في ناس كتير بدات مثلا، يعني انا مثلا في ناس بتغني وراحت تتدرب في المدرسه، تتدرب كمقامات، فبتقعد مثلا مع ناس بتنشد وبتبتال، ف
بيحبوا المجال. يعني انا اعرف ناس شخصيا كانوا بيغنوا وقت ما بيندمجوا مثلا، وقت ما بيقعدوا مع ناس بتنشد وبتبتهل، لا حبوا المجال، يعني في سمو للروح شويه، فبيحبوا المجال وبيكملوا فيه. يعني اعرف ناس كتير كده ان هم من كده لكده، من الاغاني للابتهالات. وفي الفتره الاخيره يعني في ناس كتير الفن الانشادي انتشر اكتر، وفي ناس كتير اتجهت من الابتهالات من الاغاني للانشاد. ده حقيقي، وشباب جديده بدات تظهر على الساحه، وان شاء الله تكون برضو انت كمان نجم من النجوم في مجال الابتهال، ونبقى بنسمعهم كده في الراديو تحديدا في الاذاعه المصريه. يا رب ان شاء الله. زي الشيوخ الكبار يعني. مش عايزه نتكلم كتير، حابه اسمع صوتك اكتر من ثلاث. محضر لنا ايه تاني؟ كنا نقول الابتهال للشيخ ناصر الدين طوبار، لك اللهم يا رحمن. لك اللهم يا رحمن يا منان، أسلمنا بك اللهم يا وهاب يا تواب، آمنا لك اللهم يا رحمن يا منان، أسلمنا بك اللهم يا وهاب يا تواب، آمنا دعونا فاستجب يا رب وارحمنا، وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا رب. إليك دعاءنا يا ربنا، فاجعله مقبولا، وفيك رجاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا. إليك دعاءنا يا ربنا، فاجعله مقبولا، وفيك رجاؤنا يا ربنا ما زال مأمولا. لأجل المسجد الأقصى، لأجل القبلة الأولى، لأجل المسجد الأقصى، لأجل القبلة الأولى، وأنت الحق فانصرنا على أعدائنا يا رب. يا رب اللهم آمين. طالما انت قلت ابتهال للشيخ نصر الدين طوبار، احب اعرف كمان انت مين من المشايخ والمبتهلين القريبين الى قلبك، يعني بتسمعهم؟ اولا الشيخ سيد النقشبندي، وبعده مولانا الشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ محمد عمران. في اختلاف بين المدارس، يعني هل كل مبتهل ليه مدرسه طبعًا مختلفه خاصه بيه؟ ايه اكتر حاجه بتميزهم؟ الشيخ سيد النقشبندي يعني حاله روحيه خاصه، كخامه صوت، ك يعني الاكتافات بتاعه الصوت وهكذا، يعني صوت متميز. الشيخ سيد النقشبندي حاله خاصه. الشيخ نصر الدين طوبار الاحساس، الاحساس فوق الوصف. والشيخ محمد عمران السلطنه.
انت اتكلمت مين عن يمكن عن احساسك بيهم اكتر من ان احنا طبعا ان احنا نتكلم عن اختلاف المدرسه بشكل علمي اكتر او فني اكتر. مش عايز اختم معاك حواري قبل ما يعني زي ما ودعنا الشهر الفضيل وتوجهنا بالدعاء للمولى عز وجل، كمان عايزين نتكلم عن العيد او نعمل ابتهال خاص تمام بالعيد. يا ترى محضر لنا حاجه للعيد؟ استقبال العيد بقى. ممكن نقول تكبيره العيد. تكبيره العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا. احمد، قبل ما اختم برضو حواري معاك، يهمني ان انا اعرف ايه اللي بيخلينا ان احنا مع الابتهالات تحديدا، يعني بتحس انك بترقى فعلا في حاله من السمو الروحي اللي بتاخدك، حاله من الخشوع، حاله من يعني زي ما بيقولوا القشعريره بتنتاب الابدان لما بتسمع مثل هذه الابتهالات. في رايك ايه اللي بيخلينا نشعر او نندمج بهذا الاحساس؟ هو يعني بيرجع السبب ان ده معجب بينك وبين ربنا، يعني هو بيبقى غصب عن الواحد، يعني اول ما بتبدا بقى تبتهل وهكذا وبتغمض عينك وبتعيش، لا انت جواك بيبقى في بتبقى في جو تاني خالص، ما بتفكرش في اللي قدامك، هي بتبقى تلقائيه، يعني بتبقى لما بتعيش بقى وتقول ذكر ربنا ومدح النبي عليه الصلاه والسلام، فبتبقى حاجه جوه الشخص كده. ما انت قلت ان كل شيخ من المبتهلين وليه حاله معينه، اللي بيرقى باحساسه اكتر، اللي خامه صوته بتاخدك، هل في اختلاف لو اتكلمنا على الصعيد الموسيقي نفسه، هل في اختلاف في العرب في المقامات اللي بيتم استخدامها، وهل ده بيكون مقصود ولا هي الموهبه هي اللي بتحركهم؟ هي اولا يعني كان نفسي حاليا، يعني امنيه حياتي ان انا كنت عاصر الشيوخ القدامى، يعني فالشيخ القدامى ربنا يسهل انتوا تكونوا جيل جديد يعني برضو يكون بإذن فارق الله. يعني ان شاء الله. فالشيوخ القدامى يعني تعاملهم كان مثلا مع موسيقيين عاليين زي بليغ حمدي، الشيخ النقشبندي كان مع بليغ حمدي فطلعوا لنا مولاي، كان بيتعاملوا مع موسيقيين عاليين، فالتعامل مع الموسيقيين وهكذا يعني بيطلع حاله خاصه. ده بيأكد ان الموسيقى نفسها هي حاله من الارتقاء الروحي طبعا. لو تم فعلا توظيفها بشكل ايجابي وكويس دوت ممكن تكون رساله في حد ذاتها يعني. طيب لو اتكلمنا عن فكره المقامات والعرب بقى زي ما قلت لك، هل دي بترجع للمدارس نفسها من مدرسه لمدرسه هي اللي ممكن؟ لا، هي دي بتبقى الموهبه، وبتبقى الموهبه جوه الشخص ومع التدريب والاتقان يعني بتظبط. يعني مثلا انا عندي انا ممكن اقول عرب بس ما بتجيش في مكانها الصح، فلما اتدرب لا اعرف اوظفها في مكانها الصح، والشخص اللي قدامي يعني ما يحسش ب
يعني بنشاز او هكذا ان هي جايه غلط، ده ممكن بتاخد وقت طويل ولا هي مساله التدريب نفسه؟ لا هي فتره التدريب ما بتبقاش يعني كاساسيات، ممكن فترتها بتاخد حوالي 3 شهور مثلا. كاساسيات مثلا انك بتضرب مقامات، تبدا تضرب نفس، تبدا العرب مثلا توظفها في المكان الصح، دي بتبقى بتاخد فترة تدريب حوالي 3 شهور. بس على الرغم من التدريب الا ان ممكن يبقى خارج من نفس المدرسة اصوات مختلفة، يعني طبعا تحس ما تحسش ان هم تابعين المدرسة واحدة. وفي ناس ممكن من غير تدريب خالص ما شاء الله يعني كعرب وكصوت وكل حاجة متمكنة. طب تحب تختم معانا بإيه؟ ممكن نقول ابتهال في حب مصر. طيب مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها، والسنبلات تصلي في مزارعها، والعتُّ تسبيحها، والليل نجواها. الله الله، أنا بشكرك يا أحمد شكرا جزيلا، وأنت اللي شرفتنا النهاردة، وإن شاء الله تكون فعلا من كبار المنشدين، وتنورنا مرة تانية برضو في صباحنا مصري في التلفزيون المصري. أنا بشكرك شكرا جزيلا.